ياك ما كدوي مع حتى شي وحده، ما كتعرف حتى شي وحده صافي. انت عارفه، نعم انت عارفه علاش؟ صافي سعيد، شكرا بزاف. بقى معنا لالا ابتسام، بقى معنا سي حسن. ابتسام ما بقاش كتعني لك والو؟ صافي لونطو، صافي لونطو، يعني السيده تمشي تدبر على راسها بو حسن؟ لا ايوا السيده اصلا دابا هي متزوجه. نعم؟ مايمكنش ليها هي في هذا الموضوع، هي متزوجه مايمكنش ليها الدوي. مزوجه؟ مزوجه وباغي تطلق وما قدر ما تطلقاش، مايمكنش ليها الدوي على هذا القضيه. بو، لان ما قالتناش هكا السي حسن، ممكن تحكي لنا شويه باش حتى المتابعين يعرفوا شنو كاين، لان ربما داو عليك واحد النظره بانك كذا انت كذا. احكي لي ما بو حسن. لا كنا اون غولاسيون، فوالا يمكن نفكر فيها داك الشيء، وكانت حاجه واحد النهار قالت لي راني تزوجت، راني تخطبت، راني تزوجت، راه غندير يعني في شهر واحد كامل. المهم من بعد فجأة أنا صافي من داك الشيء مشيت بحالي. من بعد راه ما شفتني داك الشيء غريب بزاف. يعني السيدة مزوجة وداخلة معاك في علاقة؟ يعني مشات وما نجحش الزواج ديالها وداك الشيء، ودابا عيطت لي قالت لك. يعني السيدة مزوجة يعني رايحة عند راجلها هي مع الزوج ديالها؟ مشات ودارت العرس وكل شيء كل شيء. يا شات شي ابتسام. تحياتي لك ابو حسن. كسر الخواطر صراحه. وشنو احساسك ابو حسن فاش تتعلقتي بها ولقيتيها مزوجه؟ دمار دمار كأي رجل، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يكون في عونك ابو حسن. شكرا، من حقك اخويا. فينيتو، تحياتي لك حبيبي. مرحبا بك معنا ابو حسن. يا ربي السلامة، يا ربي السلامة، يا ربي السلامة. اش هادشي يا الخوت؟ اش هادشي يا الخوت؟ سيدة مزوجة وراها كتسمع فينا دابا لالا ابتسام، راه هي اللي طلعت معنا في غطيستي حسن. ختي ابتسام راه حشومة عليك، مزوجة مع الزوج ديالك في دارك مع زوجك، وانتي في علاقة مع واحد خور. حتى السيدي راه اش غادي نقول لك، حتى السيدي اكتشفك انك مزوجة وعادي يقلب عليك هو، وجاي تيستيه دابا من الفوق. اش هذا؟ اش هذا؟ حول ولا قوة الا بالله. كورونا ولا شنو؟ اي ومسكين قال لك كان احساس مدمر بالنسبه لي صراحه. الله يكون في العون، الله يكون في العون، الله يكون في العون. وصعيبه الخط، الله يلا صعيبه. ندوزو المكالمه المواليه. الو، السلام عليكم. الو 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 السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام خويا، بخير؟ الله يبارك فيك اختي، كي دايره؟ مزيان الله يحفظك اخويا. الحمد لله. تفضل استاذه، شكون معايا؟ معك فاطمه الزهراء من مراكش. ما كنسمعوكش مزيان لاله فاطمه الزهراء، عطينا شويه دواء ديال الصوت. مرحبا فاطمه الزهراء من مراكش. شحال السن ديالك يا فاطمه؟ 20 سنة. ما كنسمعوكش مزيان، شنو الاسم ديالو وفين ساكن؟ حميد من مراكش. اختي راه ما كنسمعكش. قلت لك حميد من مراكش. حميد من مراكش. شحال يكون السن ديال حميدة فاطمة؟ 27. شحال؟ 27. شحال نتوما على علاقة فاطمة؟ عام وانتوما على علاقة. آخر مرة تشوفتي مع حميد؟ في العيد الصغير. في العيد الصغير. اخر مره توصلتي معاه؟ درنا الخطبه. درتو خطوبه؟
خطوبة رسمية فيها الخاتم ولا خطوبة بلا خاتم؟ لا بالآخر يعني جاو العائلة، جاو كدا. تعرفوا سير على الله. مزيان. عندك شي شكوك ولا؟ مثلا مارتش تبدل ما خصوش يتبدل. زيرو قيد زيد 97 زيد 08 شحال اختي؟ راه ما كنسمعوكش مزيان في راسك. الله يعطيك الرضا الا ما عاوننا شويه في الصوت. راه الريزو اخي اخويا قلت لك ماشي الريزو، الريزو عندك راه الصوت لي قليل. يلا بقى معنا نشوفو سيدي حميد. سيدي حميد، سيدة مزوجة، مصاحبة مع واحد خور، راه مشكل، خور قاصح، كيجاوبناش حميد. غنحاولو نتصلو به مرة ثانية. اوكي واخا شكرا ان شاء الله يكون خير. على الله ما يكونش مجوج بحال ما وقع لا ابتسام. متقولهاش ليا خويا. اي 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 قاصحة الصراحة السي حسن بقى فينا والله. السيدة مزوجة وجالسة صاحبة معاه. وعليكم السلام سي هشام زقيري، مرحبا. الناس اللي التحقوا بنا يعطيونا البارطاج الخوت وشويه ديال التفاعل، لان البارح الصفحه تعرضت للسينيال بالجهد. اللي التحق خويا بينا وي غنعطيك واحد النمره اخرى. واخا مرحبا، خليتها يتسالي هادي نشوف. اوكي عطينا الرقم الاخر. زيرو قيد زيد زيد زيد. سيجو الناس اللي كيسولوا على النمرة 07 66 49 18 39. يلا غيمشي لك 07 66 49 18 39. نحاولوا نعاودوا مرة أخرى للا فاطمة الزهراء ونشوفو. صراحة الله شحال من واحد تنقد من هاد الأمور هادي. الله باغي يكون خدام وقيلة. تحياتي لالا فاطمة الزهراء، شكرا. قطع من عندك. مرحبا مرحبا مرة أخرى إن شاء الله. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السعيد بخير. أهلا وسهلا، لاباس عليك؟ كيداير أخويا لاباس عليك؟ الله يعطيك الخير وأنت لاباس؟ بخير خويا السعيد الله يعطيك الحمد لله. تفضل شكون معايا؟ معك خويا حسن من قلمين. حسن من قلمين، مرحبا بك أبا حسن. الله يعطيك الخير خويا. شحال السن ديالك حبيبي؟ 27 سنة. 27 سنة، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟
سميتها خويا رشيدة من قلميم 27 سنة. رشيدة من قلميم 27 سنة، شحال نتوما على علاقة حسن؟ أخويا تقريبا نقول شي 6 شهور خويا، ولكن دابا راه مخاصمين دابا. 6 شهور مخاصمين، شحال هذه باش تخاصمتوا؟ هو تقريبا شي شهر دابا. شهر. كان هذا، ولكن هي فهمتي ما بقاش ديك العلاقة هي عادي وصافي. ديك الهضرة مدبدبة. صافي بحال الخوت وصافي. وليتو كتهضروا بحال الخوت. زوينة هاد القضية بحال الخوت. زيرو قيد. زيد 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 إنكم في لعبة الصوتية لاتصالات المغرب عد عد الرقم هذا. ها 78 إنكم في لعبة الصوتية لاتصال. تحياتي لك أبو حسن، مرحبا حبيبي، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك اختي، انت لاباس؟ الله يكبر بيك، نهار كبير هذا، غادي نجاوبك. ياك لاله، مرحبا مرحبا اختي، الله ربي يخليك. الله يبارك فيك، مرحبا. خويا عافاك بغيت نسيتي حبيبي، المهم قريبا ندير لاكت وعافاك شويه ديال يلاه. عطينا عطينا على الصوت دابا، الصوت اللي عندك ناقص. شنو الاسم ديالك؟ انا خويا مالك. سميتك مالك، فين ساكنه؟ انا بنت ميدل. ميدلت، شحال السن ديالك يا ملاك؟ 23 سنة. شنو الاسم ديالو وفين ساكن؟ هو نبيل، هو ريفي، هو سميتو نبيل ريفي، عنده 25. ما كنسمعوكش يا اختي، عطينا الصوت، الله يرحمكم الوالدين ما هضروا بالجهد. دابا مزيان؟ ما مزيان والو، عطينا الصوت. بلاتي نخرج من اللايف؟ فوالا. دابا مزيان؟ يلاه مزيان. نبيل فين ساكن؟ هو من نبيل، من الريف. شمن نعطينا المدينة؟ كتامة بالضبط. من كتامة بالضبط؟ واخا. شحال يكون السن ديال نبيل؟ هو عنده 25 سنة. وشحال شحال شحال نتوما على علاقة، وشحال هادي باش تخطبتو؟ حنا دابا عامين. عامين. احنا انا كنعرف دابا عامين، ولكن خطو بعد مؤخرا. شحال تكون المدة باش تخطبتو؟ دابا شهرين. نعم دابا شهرين. شهرين باش تخطبتو، وباقيين كتواصلوا؟ ضروري دايما التواصل يعني. واخر مرة شفتيه؟ اخر مرة شفتو دابا شي 20 يوم. هادي 20 يوم هادي. واخا أعطينا النمرة. زيرو قيد. زيد زيد خمسة. عافاك أختي، عي أعطيني على الصوت، الصوت راه ما كنسمع والو أنا، والله كتعذبوني هكا. هاتف مخاطبكم غير مشغل، كتكونوا كتهضروا شوية. إعادة الاتصال. عدوا عاد النمرة هذي. لا اعطيني هو النيت النمره ديالو. هاتف مخاطبكم غير مشغل، المرجو اعاده الاتصال لاحقا. لا واش ديالو ولا صاحبو؟ ديالو، اعطينا النمره ديالو. بقى معنا يلا، كاين شي نقول نتصلو صاحبو نقول له دوزو لنا. واخا عطينا 06. لا لا اختي والله يعطيك الرضا، دابا انت ما عرفاش المخاطر ديال الشيء هذا اللي كنوقعوا فيه حنايا، فهمتيني؟ واضح. يلا تحياتي لك لاله ملاك، مرحبا مرحبا. شكرا بزاف الخوت، الناس اللي دخلوا بارطاجاو وتفاعلوا، شكرا 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 الفيسبوكيين ديالي. ف
كذلك الطقطقيين ديالي كان واخا ما كاينينش بزاف، اول لان عدينا اللايف في تيك توك، هادشي اللي كاين كنتمنى يحضروا معنا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، خويا بخير. الله يعطيك الخير يا استاذ، تفضل. شكون معايا؟ بغيت ندير حاجه معاكم. يلاه، شرفنا بك يا استاذ. مرحبا ابراهيم اخويا. ابراهيم، شحال السن ديالك وفين ساكن؟ ابراهيم 24 عام. 24 سنة، فين ساكن؟ ساكن في قرية با محمد. قرية با محمد، هذا ولد البلاد هذا. مرحبا. مرحبا، شنو الاسم ديالها وفين ساكن السي إبراهيم؟ ميتا هي كتكون في قرية با محمد، وأنا حاليا ما ساكنش في مكان. أعطينا الاسم ديالها، الاسم ديالها وفين ساكنة بعدا؟ ميتا غيتا. غيتا. شحال يكون السن ديالها؟ السن ديالها شي 21. 21 سنة، كنتمنى الناس الطقطقيين يحضروا معنا. برافو الناس ديال الفيسبوك، شكرا على البارتاج والتفاعل. واخا تا هي في قرية بو محمد. هي في قرية بو محمد، وأنا حاليا ما كاينش في المكان. ماشي مشكل، ولكن أنت من قرية بو محمد. واه. شحال أنتم على علاقة سي إبراهيم؟ شي 7 سنين هكا، أنا خاطب دابا. 7 سنين، خطوبة رسمية. خطوبة، يلاه خطبت هادي شي 3 شهور تقريبا. 3 شهور. واخر مره تلاقيتي معاها؟ دابا على اتصال، دابا ما انا بعيد شويه على القريه، داكشي علاش. لا، اخر مره تلاقيتي معاها في المباشر؟ مباشر هذه شي شهر تقريبا. شهر. اعطينا الرقم ديال السي. مرحبا ابراهيم، واش عندك شي شكوك فيها ابراهيم؟ شويه انا روحي. بحالاش 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 ابراهيم؟ لا زعما رغم ان 7 سنين وخطوبه رسميه وكذا والشكوك باقا من الفوق، يعني راه شي كيدخل شويه ديال. راك عارف كان صوني وكيتجاوز فهمتي، ولات المهم جاني شويه الشك وتعرفي ضروري بغيت نتاكد. لا زعما باش الا شايف شي حاجه مبني ولا عليها. لا ما شايف حتى شي حاجه. يلاه كنتمنى يكون خير، ما يكون التصرفات اللي كانت ما بقاش كما كانت. كنتمنى ما يكونش الشغل في نيطو. الله يحفظك. يلاه عطيني النمرة ديالها. زيرو قيد. زيرو ستة. زيد 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 90. كنتمنى الناس الطقطقيين يبارطاجيو معنا اللايف، وكنتمنى تكبسونا شويه على الشاشه. نعاودو للا غيتا. سبع سنين. حضرتي معانا على القصة دابا سي إبراهيم؟ نعم أستاذ. حضرتي معانا على القصة ديال القصة الأولى اللي طلعت السيدة مزوجة وصاحبة مع واحد آخر؟ لا لا لا. أي أي أي. اللي التحق بنا الخوت يبارطاجي معانا اللايف. قضية حامضة هاد الليلة. نعاودوا لها آخر مرة إبراهيم؟ عاود شوفها. قضية حامضة هاد الليلة، قضية حامضة. اللي التحق بنا يعطينا التفاعل، التفاعل التفاعل والبارطاج، لا في تيك توك ولا في الفيسبوك. حلوة تكون خير ولا ما عرفتش. الناس تيك توكيين، تكبيس تكبيس الخوت.
تحياتي لك السي ابراهيم. أنا ماشي كنتمنوا السي ابراهيم ما يكون والو، كنتمنوا الشكوك ديالك تمشي. شكرا، تمشي هباء منثورا ما يكون والو. السلام عليكم. مرحبا ابراهيم. صعيبه الخوت، انسان هكا يكون خاطب ويلقى شي حاجه، والله الا صعيبه، صعيبه بزاف 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 بزاف. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، حي الله. الو السلام عليكم. سلام الله. حيد الله حيد الله حيد الله. السلام عليكم سي سعيد. اهلا وسهلا. كيداير خويا؟ الله يبارك فيك اسيدي، وانت لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك انت سي سعيد. تفضل استاذ، شكون معايا؟ معك محمد، محمد من فرنسا. محمد من فرنسا، مرحبا بك سيدي محمد. شحال السن ديالك؟ 42 سنه. شنو الاسم ديالو وفين ساكنه؟ فاطمة. الأصل الأصل ديالها من إفران، وخدامة في طنجة. خدامة في طنجة. شحال يكون السن ديال فاطمة؟ يا طنجة. عندها 37 سنة. يا طنجة. شحال نتوما على علاقة سي محمد؟ عندي تقريبا شي عامين، تقريبا عام ونص، تقريبا عامين. عام نديرو حنا عامين، ماشي مشكل. آخر مرة شفتي فاطمة؟ ما شفتهاش، غير حب الويفي. هذا الحب الويفي، اذا الحب الويفي وعماين الحب ديال الويفي. ما عمركم تلاقيتوا؟ اذا مازال ما تلاقينا. ناوي هذا الزواج ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. هذا الشيء علاش مفاهمين، وكنتمنوا ما يكونش في نيتو. كنتمنوا السي محمد ما يكونش في نيتو. اعطيني الرقم ديالها. زيرو قيد. بقى معنا بقى معنا بقى معنا. 07 زيد 18. فين اتصلتي بينا؟ لا اوي يقطع لك التليفون. فوالا بقى معنا. هادي مني تا هادي واقيلا ناعسة. خدامة في طنجة ياك؟ طنجة طنجة. تكبيس تكبيس الخوت. شكرا خوت اللي التحقوا بنا جداد وبارطاجاو وداروا التفاعل، بزاف ديال الحب لكم الانستغرام الفيسبوكيين. تحية لك سي محمد. لا عطيك هذا السي سعيد، شكرا بزاف. الله يحفظك خويا. مرحبا. الو السلام عليكم سي سعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخويا. الله يسلمك اسيدي، لاباس عليك؟ عيني اش هاد الغبور. والله الا عارف الدنيا توحشتوني ياك. اخويا غير شي يا صاحبي. انا رجعت اسيدي، انا رجعت اسيدي، انا كنت وحشكم بزاف والله. الله يعطيك لينا اخويا سعيد. مرحبا. تفضل استاذ، شكون معايا؟ فريد مبني من لاج، 28 سنه. فريد 28 سنه مبني من لاج. شنو الاسم ديال السي فريد وفين ساكنه؟ ساكنه في قلميم، سميتها شريفه. قلميم شريفه. شحال يكون السن ديال شريفه؟ 20.
شحال نتوما على علاقة فريد؟ ماشي شهرين دابا. شهرين تلاقيتو ولا الحب الويفي؟ لا مازال هاد اليوم اش بينا نتلاقينو، بينا نتلاقاو ان شاء الله. الحب الويفي. آخر مرة تواصلتي معاها؟ وي دابا شوية. هاي اليوم اوكي ناويين زوا ان شاء الله. ايوا راه داكشي اللي بغينا ان شاء الله. الله يسخر الله يسخر، انت باين عليك انسان معقول. يلا كنتمنى خير. زيرو قيد، زيرو قيد السي فريد. يلا كانت من يلا سير زيد 78 التي تبقى معايا. زيد 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 كتقول لك انت اللي كاين. كبسوا بارطاجيو الطقطقيين. الو السلام عليكم اختي شريفه. وعليكم السلام. كيف الحال اختي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الوالدين العائله كل شيء تمام؟ تمام كل شيء بخير الحمد لله. اختي شريفه ياك ما فيقناك من النعاس؟ لا مش مشكل. اسمح لنا على التوقيت المتاخر اختي شريفه. 20 سنه من قلمي معك سعيد خربوش من برنامج اهداءت الليل، راك معنا على المباشر شريفه، مرحبا بك معنا. الو شريفه. الو راك معنا على المباشر، مرحبا بك معنا. مرحبا بك جنة. الله يكبر بك اختي شريفه، شكرا لحفاوه الاستقبال. شكرا شريفه. شريفه اعطينا اختي واحد شويه ديال الوقت نهضروا معاك، وديك الساعات ممكن تنصرف. اوكي اشنو قلت لك؟ اعطينا واحد شويه ديال الوقت، واحد دقيقه نهضروا معاك في البرنامج وراك على المباشر. الوقت نعطيك. يلا على العموم اختي شريفه، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت شريفه؟ كنبغي مفاجآت. كتبغي المفاجآت اختي شريفه. معنا هاد الليله ومعنا مفاجآت الليله شخص المفاجأة اللي راه حاضر معنا في البلاطو، هو اللي زودنا بالرقم ديالك وكاع المعطيات اللي عليك باش نتصلوا بك ويفاجئك بطريقته الخاصة على المباشر. انا غادي ندوزو لك شريفه. اوكي انا دابا قلبي ولا كيفتح؟ لا لا العاب لا تعليك، ما بغيناش داكشي كاع لديك الدرجه. اوكي واجده لاله شريفه؟ انا شريفه واجده. واجده واجده شريفه. نخلي وقت تكتشفوا راسك ولا نقربوا منك شويه هذا الشخص هذا؟ ايه قرب. هاد الشخص هذا اختي شريفه اكد لينا على انه كتجمعك به واحد العلاقه لمده هذه. الله يخليكم بعضياتكم. اختي شريفه الله يستر عليك، راك معنا على المباشر، معنا متابعين، اعطينا واحد شويه ديال الوقت. ما كنتيش مستعده قلنا خويا الله يعاون ونمشيو بحالنا. اوكي لهنايا كدير ليا. الو عيد ما كتنسى الشرف ديال. نعم الو شريفة. الو شريفة. الو الو وين اختي شريفة؟ ايه هو اخويا شريف. قلت لك هاد الشخص هذا اكد لينا على انه كتجمعك به واحد علاقة حب، هادشي اللي قالنا من المدة هادي كتواصلوا مع بعضياتكم ناويين تزوجوا، الله يخليكم بعضياتكم اختي شريفة. ومين طلع معنا على المباشر قالنا ما كرهتش من البرنامج ديالكم او من المنبر ديالكم نعبر على مدى الحب ديالي لهذه الانسانه هذه لانها تستحق اكثر من هذا الشيء هذا. وعاد زيدون هو غادي يحكي لك على المباشر داك الشيء اللي كيجمعك به. انا غادي ندوزو لك وجده. واخا واجدي. قول لي اختي شريفه قبل ما ندوز لك هذا الشخص هذا، في نظرك من توقعتي تكون جايه هذه المكالمه المفاجاه في نظرك؟
ناخذ واحد النفس كبير. عيب بلاتي عليك، خذ راحتك وخذ نفس. اختي شريفة لا ما تستريسا، ما والو، عادي جدا. يلا شكون توقعتي هاد الشخص المفاجأة اللي راه حاضر معنا في البلاطو؟ تا هو كيضحك و تا هو مشوق انه يهضر معاك ويعبر لك على داك الشيء اللي كيحس به من جهتك. لالا شريفة نعم نقلب على اللايف ديالنا حنا. مرحبا بك، دير دير سعيد خربوش ومرحبا بك معنا حنا على الفيسبوك. لودي لودي ديالك لودي يلا. فاش فتح اللايف؟ نعم فاش فتح اللايف؟ في الفيسبوك، حنا على الفيسبوك. صافي يلا شريفة، الشخص كي سينا وكينتظر مع يمكن حشومة أننا نقوم يسيناك لأن تبعينا مكالمات آخرين. أوكي إيه سير. شكون توقعتي هاد الشخص المفاجأة اللي كيعني لشريفة بزاف ديال الحوايج؟ تماما هو هذاك شريفة. صراحة ما قلناش هكا، قلنا انفو غتقولوا لها شنو كاين، غتقول لكم فلان. الو استاذ، بعد اخويا من داك البث المباشر، بعد منه. يلا لالا شريفه باش ندوزو المكالمه المواليه. شريفه وي وي، يلا اختي شكون توقعتي او من عند من توقعتي تكون جايه هذه المكالمه المفاجاه باش ندوزو المكالمه المواليه؟ مشكل هنا انا ما متوقع حد، ما متوقع حد. اذا شريفه عندك شي علاقه في حياتك ولا ما عندكش؟ لا 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 اطلاقا، حتى علاقه في حياتي. واخا هو واخا هو كيسمع اختي شريفه، ما خافتيش انه يتقلق ولا يتجرح زعما ولا شي حاجه؟ يتقلق ولا يجلس، واقيلا حتى هو غلط في النمره، يمكن يقدر يكون غلط في النمره. نبقى معنا، نبقى معنا. استاذ الو فريد، قالت لك تقلق ولا جلس؟ تقلق ولا جلس قالت لك؟ هيا 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 كتسمعك، هيا كتسمعك. يلا واحد جوج ثلاثة، ديروا القيمة لراسكم اصاحبي، الله يعفو علينا. تفضل يا استاذ تفضل. الو الو كم يا خويا؟ كتسمعني؟ كتسمعك كتسمعك يا استاذ، تفضل. عارف شيء ولا لا؟ الو اش كتسمعيني؟ اين كتسمعك؟ ايوا مزيانه لالا، كي كل حب كي كل حب. هضر مع السيده صاحبي. يلا المهم اخويا سعيد، شريفه شريفه بقى معنا، بقى معنا استاذ، بقى معنا. شريفه شريفه نعم عرفتي شكون، عرفتي شكون اللي معاك؟ معاك فريد، كتعرف شي واحد سميتو فريد؟ ها شريفه اختي هضر معنا، اش هذا الشيء هذا؟ واش كتعرف شي واحد سميتو فريد؟ اي كنعرفو. شنو كيعني لك هذا فريد؟
شنو هي هي؟ شنو التبرعيش هذا؟ سي فريد، تحياتي لك اخويا. شي كلمة للمرحومة؟